شاومي اعلنت رسميا عن اول جهاز ليها بكاميرا تحت الشاشة، الا ان الجهاز عبارة عن باكج مميزات على وضعها جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد. بقالنا كتير ما تكلمناش عن الموبايلات علشان مركزين مع التطبيقات شويتين، بس لفت انتباهي الكلام على جهاز شاومي الجديد اللي اعلنت عنه، فخلينا بقى ناخد جولة في هذا الجهاز الغريب شويتين، وهو جهاز شاومي مي ميكس 4. قبل ما نبدأ ونخش في التفاصيل، ما تنساش انك تدوس على زرار اللايك اللي عندك هنا، وتقدر تدوس على زرار الاشتراك وجنبه الجرس لو حابب تتابع الجديد اول باول. اول واهم حاجة الجهاز جاي بيها وبيسوق لها رغم وجود مميزات قوية تانية هنتكلم عنها بعدين، وهي الكاميرا الامامية. الجهاز جاي باول كاميرا امامية مدفونة تحت الشاشة، كاميرا بدقة 20 ميجا بكسل، إلا إن الشركة بتقول إن ده تالت إصدار ليها من النوع ده، بس ده مش هيفرق معانا ومش مهم خالص، قد ما المهم التكنولوجيا المستخدمة في التقنية دي، إن الجزء فوق الكاميرا من الشاشة هيكون بدقة 400 بكسل لكل إنش، زيه زي باقي الأجزاء التانية علشان ما تحسش بأي مشكلة خالص، ولا تحس بأي فرق بين الجزء ده اللي مغطي الكاميرا وبين باقي الأجزاء في الشاشة. والشركة بقى علشان تقلل من حيود الضوء لما تيجي تاخد أي صورة أو أي فيديو، استخدمت دوائر جديدة تماما وأسلاك شفافة، واستخدمت خوارزميات برمجية خاصة، وده طبعا علشان ما يحصلش مثلا زي الاكسون 20 من ZTE اللي كان جايب كاميرا تحت الشاشة بس كان فيه المشكلة دي. ظهر الجهاز بقى هيكون جاي من السيراميك اللامع وهيكون فيه 3 ألوان. بالنسبة لبقى المميزات، فهي مميزات قوية جدا، يعني معالج الجهاز بقى هو المعالج الأقوى على الإطلاق، سناب دراجون 380 بلس. بالنسبة للشاشة فهي هتكون 6.67 انش فول اتش دي بلس كيرفد اوليد، هتكون اتش دي ار 10 بلس، وبالنسبة للحماية فهتكون جوريلا جلاس فيكتس. وبالنسبة للرام والروم فهيكون فيه اصدارات متنوعة، يعني مثلا بالنسبة للرام فهتكون 8 جيجا و12 جيجا، بالنسبة للروم فهتكون 128 256 و512. أما عن البطارية فهتكون 4500 ملي أمبير، بتدعم شحن سريع 120 واط وشحن لاسلكي 50 واط. بالنسبة بقى للشحن نفسه أو مدة الشحن، فالشحن السريع بيشحنها كاملة في 21 دقيقة، والشحن اللاسلكي بيشحنها كاملة في 45 دقيقة. وهنا بقى شاومي كعادتها بتضيف شوية توابل وبتطلع لنا حاجة جديدة، وده بالترويج لخاصية البوست مود أو وضع التعزيز، وده اللي بيخلي ال 21 دقيقة في الشحن السريع بتكون 15 دقيقة بس، وال 45 دقيقة في الشحن اللاسلكي بتكون 28 دقيقة بس. طبعا في مخاوف إن حاجة زي كده بتقلل من العمر الافتراضي للبطارية، لكن في مدح برضو إن حاجة زي كده بتكون اختياري مش إجباري. الكاميرات الخلفية في الجهاز بقى حدث ولا حرج. الجهاز بيجي بثلاث كاميرات خلفية، أول واحدة 108 ميجا بكسل، تاني واحدة 13 ميجا بكسل ألترا وايد بزاوية رؤية 120 درجة، تالت واحدة 8 ميجا بكسل زوم 5X بايروسكوب. وفي ميزة تانية بقى جاية مع الجهاز طبقا للشركة، وهي ميزة البوينت تو كونكت أو وجه للاتصال يعني، ودي باختصار طبقا لكلام الشركة إنك لما توجه الموبايل ده ناحية أي جهاز منزلي ذكي من شاومي يتصل معه وقتي وفورا. وفي كمان بقى شوية مميزات كده بتيجي مع السوفت وير بتاع الموبايل ده اكسكلوزيف أو حصرية للموبايل المي ميكس 4، وهي مثلا حاجة زي الترجمة اللحظية في الوقت الفعلي سواء كانت سبتايتل أو ترانزليشن، وكمان ميزة قفل الشريحة واللي بتمنع أي شريحة تانية تشتغل على الموبايل ده إلا من خلال رقم معين أنت بتظبطه، وأخيرا بقى ميزة منع إغلاق الهاتف واللي بتمنع أي حد وتمنعك أنت شخصيا من إنك تعمل شوت داون للجهاز.
وبالنسبه للسعر بقى فاقل نسخه هتيجي بما يعادل 12000 جنيه مصري تقريبا، الا انها للاسف هتنزل في الصين بس، على امل انها تنزل باسم تاني على مستوى العالم، وده ممكن بعد ما يشوفوا صداها في المبيعات بقى ونجحت ولا ما نجحتش مثلا. ودي كانت نهايه الفيديو، ما تنساش انك تدوس على زرار اللايك اللي عندك هنا، وهيكون في عندك هنا زرار اشتراك وجنبه جرس تقدر تدوس عليهم علشان تتابع الجديد اول باول. شكرا للمتابعه، نلقاكم على خير.